أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. بعد 484 يوما تمت صفقة التبادل وسلمت جبهة النصرة لبنان 16 عسكريا لبنانيا في مقابل عدد من السجناء بينهم نساء ضمنهم سجد دليمي. السؤال الآن عن العسكريين التسعة الموجودين لدى داعش في لبنان اليوم بعد ربع قرن على تسوية الطائف، والسؤال هل تترجم المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين بالدولة بانتخاب رئيس للجمهورية من مزدوجي الأقوياء الأربعة الآن يحكى عن سليمان فرنجي، أم أن الترجمة العملية للمناصفة واحترام الفقرية من الدستور تكون بنيات صافية وتكتب بقانون انتخاب يحقق التمثيل الحقيقي والمنصف؟ إذا كان الرد يحتمل الجوابين معا، فهل يتولى الرئيس فرنجي المسؤوليتين، رئيس قوي وقانون انتخاب ينصف فعلا؟ الرئيس سليمان فرنجي الجد في عز الحرب الـ84 وصداقته مع آل الأسد عز عليه أن يلحق الإشحاف أو الحيف بالمسيحيين، حتى أنه دفع ثمنا قاسيا في معركة الكورة بعدما علم السوري آنذاك أن الرئيس فرنجي نصح الرئيس لجميل وسواه بالحصول على بعض المكاسب هيك وهيك، بدون هني رايحين على إلغاء اتفاق 17 أيار، طلب ببعض المكاسب إضافة إلى رفضه تنازلات كانت مطلوبة آنذاك. فيما تناولت الجولة 21 للحوار بين تيار المستقبل وحزب الله الاستحقاق الرئاسي، أبدى النائب سليمان فرنجي الانفتاح على مناقشة كل المعطيات السياسية والوطنية ذات الصلة، لكنه يرفض معادلة ليش أنا مش أنت لعماد عون الذي لم يطلع رسميا عن تسوية الاستحقاق الرئاسي. لفت إلى أن قانون الانتخابات النيابية هو الأساس، وأيد تقاسم فريقي 48 رئاستي الجمهورية والحكومة شرط أن يتولى كل فريق تسمية المرشح الذي يناله. معنا مباشرة الدكتور بيير خوري نائب رئيس الجامعة اللبنانية الألمانية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك أستاذ جلال. يعني ببداية الحلقة في خبر يعني سعيد أنه 16 عسكري رجعوا من يمكن جماعة النصرة أو شو ما بدك تسميهم، ولكن في تسعة بعد مغصة بتسعة موجودين لدى داعش. شو بتقول بهاليوم الطويل لي ويمكن السعيد والمنغص بذات الوقت؟ يعني أكيد خلينا نبلش بالتسعة. نعم. لأنه هول اللي هلأ بدهم يتحولوا للهم الوطني بعد إطلاق سراح الآخرين، هيك قال اللواء عباس إبراهيم. إيه. إنه راح نتابع، نتمنى نحن إنه تلاقي إلى خاتمة سعيدة بدون تنازلات لمصلحة داعش. اللي صار اليوم بإطلاق سراح العسكريين يستحق في التهنئة لواء إبراهيم الأمن العام، وأكيد من هني المؤسسة العسكرية وأهالي المخطوفين وكل الشعب اللبناني، لأنه هالقضية تحولت لقضية وطنية بامتياز لا خلاف عليها بين كل فئات المجتمع اللبناني، وياريت كل قضايانا هيك يعني حتى لو فيها مخطوفين ياريت كل قضايانا هيك تتحول لموضوع إجماع وطني. يعني عندما تلا نبيل حلبي بعض مواد يعني الاتفاق، يعني تجاه الفرحة الكبيرة وهالمعضلة الكبيرة، يمكن هذا أكتر شيء ممكن تعمله الدولة اللبنانية، وهيك اللي قال اللواء عباس إبراهيم، ممر إنساني دائم، يعني لا احتقان مع اللاجئين السوريين، تأمين إغاثة شهرية، تأمين الجرحى المدنيين، التبادل يحصل بشكل تام، والتأكد يعني من أنه اللي طلبوه من السجون اللبنانية يطلعوا، وهيك صار، وتعهد من الدولة اللبنانية والموفد القطري بأنه في وثائق ممكن يحتاجوها اللي طلعوهم من السجن. لفتنا في مواطن حكي قال ما زال هيك هؤلاء الموجودين بالسجون ما راح يغيروا عقيدتهم أو فكرتهم أو شيء، ليش ما بطلعوهم كلهم بتكملوا الصفقة مع داعش؟ شو رأيك؟ يعني هذه أمور لأنه هيك واحد مواطن كده بس ما بتتفهم انه حابسينهم او محطوطين بالسجون لانه مرتكبين او اشياء، بس ولكن ما راح يغيروا عقيدتهم او شيء، بقى اتركوا ونجيبوا بينهم الباقيين. يعني هي السجون معموله من شان نعمل سلوكات من شان نغير عقائدنا. يمكن الله يهدي الناس اللي عندها العقائد المتطرفة، بس يعني معروف اني ليش مسجونين، مش بسبب عقيدتهم. نعم. بلبنان ما في سجن بسبب العقيدة. نعم. بلبنان في سجون بسبب الافعال. يعني يعني اهالي يعني اليوم الاهالي كانوا بفرحه كبيره مثل ما شفنا. نعم. كنا بناء المباشر وراح ندل. نعم. يعني بتحس انه
الفرحة يعني تختلج فيهم بين نار الانتظار والملاقات، وحتى وقفوا مع الناس اللي بعد ما اجوا اولادهم كمان حكيوا ذات طبعا المنزل. لانه كلهم هول اولادنا وكلهم عسكريتنا، ولازم هالحملة اللي عملوها الاهل على مدى سنة وثلث تقريبا انها تستمر، لانه لو باقي عنا عسكري واحد مخطوف الزخم، بقصد الزخم هلا ما لازم يتراجع بسبب انه الجزء الاكبر من العسكريين تم تحريرهم. طيب اذا بدنا نحكي عمليا، يعني هلا طبعا العاطفي كلنا نحن معهم وانتهت القصة بشكل سعيد، اليوم ميدانيا شو راح يصير بالمنطقة، منطقة عرسال ومنطقة الجرد؟ يعني طبعا عرسال هي منا 10 و15 كيلومتر، هي في عندك 60 بالطول و60 بالعرض كيلومتر. برأيك كيف راح يكون التعاطي الميداني بين الجيش اللبناني الباسل والقوى الأمنية والعسكرية مع ما يستجد أو يمكن ما يستجد، يعني إن شاء الله لا، بالمنطقة الجرود وضواحي عرسال؟ يعني الجيش اللبناني عنده استراتيجية عسكرية متوافق عليها من قبل السلطة السياسية بلبنان، وبعتقد في توافق عليها على مستوى أكبر دولي، يعني اللي هو دوره أنه يمنع هالقوى هايدي أنها تتقدم بأي بعمق الاتجاه اللبناني، بغض النظر عن صفقة التبادل. هلأ اليوم أنا بدي أقول لك يعني كمان تطبيب الجرحى هذا كمان لازم نعمله. نعم. إطعام اللاجئين لازم نعمله، أنا ما شفت فيها صراحة هالصفقة كثير تنازلات من لا جانب اللبناني. لا عم نحكي تنازلات، عم نقول حيثيات. أما دور الجيش اللبناني بده يضل هو ذاته، ما زال في خطر على الحدود، الجيش اللبناني عم يلعب دوره ويعطيه ألف عافية بامتياز على هالجبهة. كل يوم في عمليات خصفت ومشيت لمناطق محددة لمنع أي تحرك نوعي للمسلحين بالجرود. هلا كيف يمكن أن تستثمر جبهة النصرة إقليميا؟ يعني هل الحدث اللي صار اليوم بمنطقة عرسال؟ شوف هالحدث أو له سبب صغير كتير أو له سبب كتير كبير. نعم. صغير كتير بيقول إنه اللي صار بالتبادل بيشبه صفقة الرهبات برنكوس. موضعي يعني. موضعي وبيقوم على تقدير عسكري لجبهة النصرة. نعم. إنه ربما لن تكون قادرة مع حلول الشتاء على الاستمرار بالدفاع عن مناطقها، خصوصا بعد ما تخلصت هالمناطق وتحاصرت كتير، وبيكون هيدي الصفقة تمت لأنه يمكن بوقت لاحق ما يعود في إمكانية لأتمام بشروط تفاوض قوية للنصرة أنها تعملها. هذه الخبرية الصغيرة، هاد التوقيت. الخبرية الكبيرة بتقول أنه يمكن نشهد خطوة تانية بعد هاي الخطوة تقوم فيها جبهة النصرة، وهي إعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة. نعم. إذا كان هالشي صحيح وبدنا نراقب التطورات اللي بدها تصير، معناته في اتفاق كمان أكبر من لبنان على إدخال جبهة النصرة بالحل السوري وبالوضع السوري، بفصائل المعارضة 53 المتعوين على السعودية، صحيح المقبولين. لأنه جبهة النصرة إذا منحط داعش على جنب هي أكبر فصيل مقاتل للنظام بسوريا وأكثر تماسكا. نعم. وإلى آخره. خلينا نراقب التطورات. أنا بحس أنه لهون ماشي الأمور، بحس أنه ماشي الأمور لأنه يصير في محاولة لإخراج النصرة بصورة جديدة على المنطقة، يعني ملمعة. وإذا بدك فيها تغيير جوهري يعني. طيب هذه الشغلة الأوسع، يعني الاتجاه الأوسع، هل يؤثر يعني بشكل غير إيجابي على موضوع يعني المخطوفين أو المأسورين لدى تنظيم داعش؟ قصة مختلفة. تنظيم داعش قصة مختلفة، يعني لا يتأثر بما يعني بما تحققه النصر اليوم. ليك العالم كله متفق على محاربة داعش. نعم. وبيقولوا لك، بتلاحظ أنت التصريحات الدبلوماسية، بيقول لك ضد داعش. نعم. لا بيقول لك ضد المتطرفين في سوريا، لا بيقول لك بسمية تكفيرين، بيقول لك ضد داعش. واليوم ألمانيا صادقت على محاربة داعش. الروس بيعتبروا أنه مروحة هالمنظمات أوسع من من داعش، بالوقت اللي الغرب زائد الخليج زائد تركيا بيقول تحديدا داعش. بهالمعنى اليوم أنا يعني بنتأمل كتير أنه المسجونين لدى داعش يلاقوا طريقهم للحرية فورا، بس ربما تكون قصتهم أصعب بكتير من قصة جبهة النصرة. نعم. خلينا نفوت بالموضوع الإقليمي قبل ما نحكي عن الموضوع المحلي. نعم.
اليوم ألمانيا صادقت على محاربة داعش، غدا البرلمان أو مجلس العموم البريطاني ربما يصادق على محاربة داعش بسوريا. طبعا عم بيحددوا هن بسوريا. ماذا يعني، ما هو الموقف الأطلسي أو الغربي من التحرك الروسي؟ هل الضربة التركية للسخوي 24 هي إشارة أو إنذار كي لا يوسع الروسي بكار عمله؟ ليك، أنا بعتقد الغرب إلى حد بعيد مجبور بالروسي بسوريا، لأنه الأمور تقريبا كانت وصلت لمحل ممكن يفلت زمام الأمور، وممكن سوريا تتحول إلى ليبيا ثانية ولا سمح الله إلى أفغانستان ثانية، بالوقت اللي ما في حدا يدخل بقوات جوية على روسيا بدون تناقضات واسعة باستثناء الروسي. نعم. بس الحركة التركية أنا بحسها منفصلة شوي عن الجو العام. تركيا إلها حصة بالوضع السوري وقت المفاوضات، وهذه الحصة بدها تحاول تحافظ عليها، وإذا بدك هي مصدرها بيجي بالمنطقة اللي بتمتد من ريف اللاذقية إلى الشمال، واللي يمكن حست أن الروس عم بيجربوا يشلحوا وياها. يعني بهالمعنى، يعني هذه إذا بدك أكثر رسالة تركية لا تضر الغرب. في اتهام آخر من روسيا لهم لتركيا أنه هي عملت هيك كمان في مصالح نفطية، لأنها عم تاخد نفط من داعش، بس نفيها يوم أردوغان، نفيها أنه هالشي. يعني يمكن تكون صحيحة كمان. نعم. بس أنه مش هاي الأساس. يوم مصالح الدول ما بتنقاس بشغلة واحدة، لا، ما بتنقاس بكميونات النفط. نعم. مصالح الدول أكبر بكثير، بتدفع حق مليون كميون أوقات لتاخد موقف سياسي. موقف. الناطقة باسم البنتاغون اليوم أعربت عن أملها أنه روسيا أنت حملت صواريخ جو جو لطيرانك بفوق سوريا، نتمنى ما تستعمليهم. يعني هل هذا يدل إلى، يؤشر إلى احتمال كانت أنه تستخدم روسيا هذه الصواريخ في عمل ما؟ ليك هلا، هي قصة الصواريخ كمان قصة استراتيجية. يعني اليوم 300 كان ممنوع يفوت على سوريا، اليوم فات 400. ايه هذا الاعتراضي، بس نحن عم نحكي عن صواريخ جو جو بقلب الطيارة اللي حتتحمل على الطيارات. نعم. يعني يمكن هاي رسالة انه ما بدنا نحن احتكاك واسع بينكم وبين الاتراك. اكيد الروس ما راح يقوصوا على الامريكان ولا على الفرنسوية ولا على البريطانية، وبقول لك كمان ولا على الاسرائيلية. الاحتمال الوحيد انه يصير في اشتباك جوي بفوق سوريا هو تركي روسي. هالدخول بهالشكل وتوسع المشاركين بالاعمال الجوية، هل يمكن مثل ما قال بانكيمون الامين عام للامم المتحدة عم بيتوقع انه من بعد هذه الهمروجة من الان الى 6 اشهر تكون الامور قد تبلورت ميدانيا والمعارضة حددت، المعارضة السورية، وراح يروحوا على مفاوضات من بعد 6 اشهر ويعملوا حكومة موسعة سورية؟ بعتقد كمان هذا بيأكد اللي بلشت انا احكيه، انه الوجود الروسي منه معادل للوجود الغربي، هو الوجود الوحيد الممكن اللي ممكن يأمن أرضية للكل انه يقعدوا على طاولة المفاوضات السورية. اليوم الفرنساوي صاروا بالدق، البريطاني والألمان على الطريق، الأمريكان بيعتبروا انه خصوصا أوباما انه هو سياسته من الأساس هي الابتعاد عن الحرب والاقتراب أكثر إلى الدبلوماسية، وما زال في مين يحارب إذا بدك عنه، مش مضطر الأمريكاني يحارب يعني. طيب إذا أفل نجم داعش بسوريا وتقدم أو سطع نجم جبهة النصرة، انفكت ارتباطه أو ما فكت مع القاعدة، ماذا يؤثر في اليمن؟ لأنه اليمن اليوم بعد يعني أعمال القاعدة بعد متواضعة بالنسبة لحجمها ببعض المناطق بعد المعركة بين الحوثيين والجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي. هل هناك تخوف من انتشار أو تفشي القاعدة بمناطق يمنية؟ ليك هو إذا بدك تحكي كل شيء في تخوف اليوم من انتشار التيارات المتطرفة.
واليوم عندنا مشكلة نحن بطريقة محاربة هالتيارات. هاي التيارات لن يتم القضاء عليها بالعسكر. هذه التيارات لن يتم القضاء عليها إلا بإنشاء مجتمعات جديدة بالمناطق اللي عم تطلع فيها، قائمة على العلم وقائمة على ضرب الفقر. وطالما الدول المعنية ما توجهت لتفكر بهالطريقة، طالما نحن كل يوم بده ينبت لنا قاعدة وداعش مش بهم وين يعني. بس إذا من ناحية فكرية هذا أخذ 10-20 سنة لو وصلوا له. يمكن أخذ 200 سنة. يعني يمكن أخذ 200 سنة. بس بالأخير إذا أنت فعلًا عندك مشروع لمحاربة الإرهاب، الإرهاب لا يحارب بالعسكر فقط. الإرهاب يتم الحد من أثره بالطريقة العسكرية وخاصة المخابراتية. ولكن إذا نحن بدنا فعلًا نواجه الظاهرة بصفتها ظاهرة مش بصفتها جيش مسلح. بدنا نشتغل على اشياء اعمق بالمجتمعات اللي عم تطلع منها برايك دكتور بيير خوري، لماذا العماد عون عندما سئل عن الميدان وضرب داعش قال انه ما بنقدر نامن كل الظروف لضرب داعش اذا ما انضربت كمان بالعراق ودول اخرى؟ وقتد هذا كلام سليم، والكل عم بيقولوا هيك يعني، انه هذا العراق ما اخذينه بالحسبان. حتى يوم ببريطانيا وبالمانيا ما عم يحكوا ابدا عن العراق، لانه هلا هن بيعتبروا انه العراق في اذا بدك اكثر قوه لايران، بتسمح لايران انها تفاوض على الوضع العراقي، بتسمح لها تفاوض على دور الحشد الشعبي ب بالمعركه ضد داعش، اللي هو كمان الغرب اذا بدك منه مرتاح لهالفكره، لانه يمكن الحشد الشعبي ما بيقدر يفوت على مناطق من اغلبيه طائفيه اخرى. لأنه صار في مثل غضب بهذا الموضوع قوي بالأنبار، بينما في توافق بالوضع السوري أوسع مشان هيك يعني بتشوف. بس أكيد اليوم أي معركة ضد داعش بأي محل بالمعنى العسكري بنرجع بنحكي بتخدمها بمطرح آخر يعني، لأنه منلاحظ بالعراق مثلا الحشد الشعبي إيران والحشد الشعبي، منلاحظ أمريكا بتدعم القوات الكردية البشمركة بعدة مناطق، والأنبار غيره ما بتدعم غيره، مش بتدعم غيره فعليا. والأنبار اللي أكبر محافظة عندها، أكبر محافظة يستولي عليها سيطر عليها داعش وهي المحازية لسوريا. حتى الرمادي قديش عم يعملوا معارك ما عم يقدروا يوصلوا على عمقه ضد تنظيم داعش. ما فيك طب تنظيم داعش منين عم تجيها الأسلحة؟ منين عم تجيها هالمد هيدا عليه يغطي 150 ألف كيلومتر مربع؟ تنظيم داعش يشبه إلى حد بعيد التنظيم اللي كان اسمه فتح المجلس الثوري بالزمان. نعم أبو موسى. أيام الثورة الفلاح. مش أبو موسى، أبو نضال. أبو نضال. لا أبو نضال ما بتذكر، أبو نضال يمكن. اللي كتب عنه باتريك سيل كتاب اسمه بندقية للأجار. نعم غب الطلب يعني. إيه يعني تنظيم داعش براغماتي وبيعمل تحالفات موضوعية لمصالح آنية بينه وبين دول، بينه وبين منظمات، بينه وبين قارات، عرفت؟ وهذا التحالف بيكون ظرفي وبيفك بوقته. تنظيم داعش عنده، بعتقد أنا عنده يعني مشروع كبير عم بيشوف من خلال هالأوضاع القلقة كيف في سبته يعني. حتى من خلال الظلام يمكن في بعض الناس وقت ظلموا وقت نور المالكي أو شيء كانوا مفكرين أنه عم بيشاركوا بالسلطة، طلعوا أنه حطوهم برات السلطة، شاركوا مع تنظيم خرطوا بداعش. في كثير أسباب، في أسباب تاريخية أكثر يعني من أسباب عينية. نعم تاريخية وعقائدية وفكرية. تاريخية لأنه هذه المنطقة كلها عاشت ظلم مخيف. هذه المنطقة عاشت ديكتاتورية. المنطقة الوحيدة بالعالم اليوم اللي عم بتنبت إرهابيين مش بالصدفة. مش بالصدفة يعني. حتى اللي صار بفرنسا سببه شبيه إلى حد بعيد، لأنه بفرنسا كمان عندك ما يشبه المخيمات للناس المهاجرين. طب بس ما هني هاجروا، هني هاجروا بإرادتهم لحياة أفضل، وبس لأنه بفرنسا في ديمقراطية زيادة عن اللزوم. ما كانت في ديمقراطية وفي أوضاع فقر بالمناطق تبعية المهاجرين.
كمان خلينا ناخذ هالشيء بعين الاعتبار. طيب ليش في مهاجرين ما عملوا هيك؟ لانه ظروفهم احسن ولانه عقلهم غير، ما هو التطرف بيلقط عقل معين ما بيلقط كل العقول. يعني هلا لو بدنا نحكي هيك، لو بدنا نكمل بتحليلنا بيطلع معنا كل المسلمين متطرفين. لا نحن اللي هو منه الواقع، عم نقول انه الواقع انه هالفئه اللي بتمثل 5% صح، بتمثل بس 5% بس هي خطيره جدا، لانه هول 5% فاعلين وعندهم استعداد للقيام باعمال غير اعتياديه، عندهم استعداد للبطش، للعنف، للقتل بلا رأفة الى اخره. كل هول بدنا ناخذهم بعين الاعتبار. وبدنا كمان نضيف شغله الناس ما بتعرفها ابدا، انه تنظيم داعش نص بالنص هو من ناس من اصول غير اسلاميه، يعني وهذه فعلا شغله ملفته جدا. نص تنظيم داعش بيجي من ناس اصولهم مسيحيين عملوا اسلام، اصولهم يهود وستستغرب كثير عملوا اسلام. لا ما راح استغرب كتير يعني. بالتالي هذا ما اذا بدك ما بيعبر عن ثقافه اسلاميه اكثر ما بيعبر عن رده فعل اسلاميه كثير قويه على اوضاع اقتصاديه واجتماعيه محدده متراكمه عبر التاريخ. بس كمان ما ننسى العنصر الاستخباراتي اللي بيدخل على هيك حركة. هذا اللي قصدته ببندقية للأجار. نعم. عنصر الاستخباراتي بيفوت وبيلعب دوره، بيقدر إذا بدك يستغل مصالح مشتركة أنية قايمة بينه وبين تنظيم داعش. بس أنا ما بعتقد أنه المخابرات بتقدر أن تأسس جبهة إلى أبعاد مش بس عسكرية، بده يكون في حدا لأبعاد بالبيئة طبعا، ما في بده يكون في حدا لتقدر تحارب يعني. صحيح. شو صحيح. شو جوست هي صحيح. طيب دكتور بيير خوري، اليوم مطروح على لانتظام عمل المؤسسات من بعد سنة وست أشهر ما في رئيس جمهورية للبنان، أنه انطرح اليوم الرئيس سليمان فرنجي كمرشح، الوزير سليمان فرنجي. هل يعقل مثلا انه في يعني مثل شكوى من العماد عام الدكتور جعجع حتى من حزب الكتائب، انه اليوم عم يجي الرئيس سعد الحريري يطرح الوزير سليمان فرنجيه مع انه قانون الانتخاب هو غير منصف، هو مجحف. هل يمكن لرئيس جمهورية بصلاحيات نوعا ما متواضعه انه يأمن المناصفة الفعلية اللي عم بيطالب فيها يمكن 80% من المجتمع بين مزدوجين المجتمع المسيحي؟ خلينا ببلش ببيت الشعر الشهير، تعجبينا من سقمي صحتي هي العجب. وهذا لبنان، لبنان بنكون كلنا عم نفكر خربان والى اخره مدري شو، لا بنرجع بنشوف انه في له بواب، في له بواب. وهذا هو العجب الحقيقي، مش الخراب هو العجب الحقيقي. نعم. ما يحصل اليوم نعم. هو إذا بدك نوع من أنواع العجيبة، ترشيح الغير المعلن يعني ترشيح المتداول رئيس سعد الحريري للوزير فرنجية هو نعم. نوع من أنواع العجب. بس أنا كمان قبل ما نفوت على حديثنا بدي أخذ هلالين بس لخاطب العقول الحامية لا تبرد شوي. يعني تخيل أستاذ جلال لو صار هالشي قبل بعشر سنين أو قبل بخمس سنين، هذا الشي كان مستحيل حدا يتصوره أنه ممكن يصير. لا. صحيح؟ يمكن لسنة الماضي كان مستحيل حدا يتصوره أنه يصير، بس صار. هذا الشي بيقول لللبناني أنه ما تحموا روسكم كتير. بالأخير لبناني زعم اللبناني بدون يتفقوا بمطرح معين، في كتير نقاط للتقاطع بيناتهم أنتم ما بتعرفوها. ما تستعجلوا وتتحمسوا ضد بعضكم وضد طوايفكم ومن اجل بلد عجيب، يعني لبنان بلد عجيب. عم نقول لك يعني شبه العجيبه اليوم. يعني طبعا بما انه الوزير سلام فرنجي من الاربعه اللي بسمون اقوياء، هيك قالوا بكركي، او الاربعه هن الاقوياء، هل اذا لم ياتي سلام فرنجي رئيسا للجمهوريه ينقطع الطريق امام ما يسمى بمرشحين اقوياء من جهه، وهل من جهة تاني انه اذا تأمن النصاب اللي هو 85 بمجلس النواب لانتخاب، اذا تأمن هل يكون النصاب المسيحي الميثاقي تأمن بجلسة انتخاب؟ يعني في شيء معنوي اليوم وفي شيء عددي. هل اول شيء وزير فرنجية
هو من نادي الأربعة. نعم. هذا أول شيء، يعني إذا بدك أحد يعني هذا أحد, نعم. أحد شروط اللي بتطرحها إذا بدك بيطرحها الهاجس المسيحي لمقول الزعماء، نعم. إنه ما بدنا مسيحي يمثل غيرنا. نعم. ما حدا في يقول عن الوزير الفرنجي إنه بيمثل غيرهم. ترشيح الرئيس الفرنجي عنده مشكلتين. نعم. مشكلة بقلب 2 أذار وتيار. نعم. ومشكلة تانية بقلب 14 أذار. الكرة الأكبر بقلب 8 أذار. لا خلينا نشوف كمان. نعم. إنه في مشكلة ب 14. نعم. اليوم يوم اللي طرح الرئيس الحريري ترشيح العماد عون لرئيسة الجمهورية، اللي عرقل الصفقة هو الدكتور سمير جعجع. نعم. واليوم كمان الرئيس الحريري ما في يمشي بالوزير الفرنجي ويخسر حليفه المسيحي. كذلك الوزير الفرنجي ما في يجي بغطاء مسيحي ضعيف، كذلك حزب الله ما في يخسر حليفه العوني، يخسر لو كان هو بالنسبة له هيدي عيني وهيدي عيني بالنسبة لهواجس. نعم. بالنسبة لهواجس حزب الله. لذلك أنا يعني برجع بقلك الوزير الفرنجي هو مرشح طبيعي، وهو ربما بيترك راحة عند المسيحيين إذا وصل لرئيسة الجمهورية، بس الوزير الفرنجي في مجموعة من التقاطعات يلي بدها حل، يلي لازم تصير قبل تثبيت ترشيحه، وأنا بعتقد منشان هيك في تأخير بإعلان ترشيحه رسميا. بدنا نشوف اجتماع الرئيس سعد الحريري مع الدكتور سمير جعجع. نعم. بدنا نشوف اجتماع العماد عون مع السيد حسن نصر الله، وبدنا نشوف اجتماع العماد عون مع الوزير الفرنجي. هول الثلاثة كيف بيمشوا بيحددوا إذا بدك نوع المضمون الداخلي للتسوية على رئيسة الجمهورية. رح نحكي عن كل واحد، عن كل اجتماع لوحده بعد فاصل إعلاني. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفصل. من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. دكتور بيير خوري نائب رئيس الجامعة اللبنانية الألمانية، مرحب فيك مرة ثانية. مرسي. يعني الدكتور جعجع زار السعودية بحفاوي، استقبلوه حفاوي كبيرة، وبين قديش يعني أنه بيسمنوا دوره بلبنان وغير لبنان. بعد فترة راحت الأيام الوزير الفرنجي التقى الرئيس سعد الحريري، في كان مباركة أمريكية أو كان في تسهيل بيظهر أمريكي وارتياح فرنسي. من بعد هالشي إذا كانت القصة رح تكون جدية أكتر، كيف يمكن أن تنعكس على اللي بيقولوا أنه الرئيس الحريري متمسك بقانون الستين ووليد بايك متمسك بقانون الستين؟ هل ذلك يكشف النيات من بعد ربع قرن من الطائف أنه ما حدا بده أنه المسيحيون انه المسيحيين يكونوا مشاركين فعلا بدوائر الدوله وبالحياه السياسيه؟ وقبل هالسؤال في سؤال، هل مطلوب ضمانات للتجديد للطبقه السياسيه بلبنان في المرحله المقبله، في مرحله ما بعد نهايه الحرب السوريه؟ ليك الطرفين اذا بدك، القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر، هن من خارج تقليد كجعجع وعون، ما بيعتبرون حتى جزء من الطبقة السياسية، لأن كلهم في غير موقع. تقليد كلهم في موقع فرنجية يعني. ابن فرنجية وجميل ابن جميل وحريري ابن حريري وجنبلاط وليد بايك، وما لهم جزء من تسوية 90، وهذا نعم. أهم شيء. نعم. تسوية يعني الشكل اللي اتطبق فيه اتفاق الطائف ما لهم جزء منه. نعم. بينما الوزير فرنجية أنا بعرف يعني الكل بيعرفوه، والكل بيعرفوا أسلوبه بالسياسة، والكل بيعرفوا أنه في عنده إذا بدك خطوط حمر بالعلاقة مع الأطراف الأخرى. وإذا كان الخيار بالنسبة إلهم بين إنه يختاروا، إذا في خيار، انتبه نعم. إحنا بعد مش أكيدين نعم. إنه هالخيار إنه بين إنه يختاروا العماد عون أو الوزير الفرنجي، رغم ارتباطات الوزير الفرنجي الإقليمية، الوزير الفرنجي أريح ل 14 أذار مرن أكثر، انه عم بقول لك في خطوط بيعرفها وهو نعم. جزء من هالطبقه عاش معها 15 سنه وكان جزء اساسي منها، كان هو الغطاء المسيحي اذا بدك نعم. لهالطبقه بمرحله 90 2005 يعني بهالمعنى هيدا، بس هيدا لا يلغي
لا 14 أذار فيها تظهر من دكتور جعجع، لا 8 أذار فيها تظهر من العماد عون، ولا الوزير فرنجي بيقبل يوصل لرئاسة الجمهورية بدون غطاء مسيحي. هودي معايير كثير مهمة. لا ناخد شو ممكن يقول الدكتور جعجع للرئيس الحريري؟ شو لنتصور الاجتماع اللي بده يصير بيناته، شو ممكن ينحكى؟ أنا ما في أتصور الاجتماع، بس في أقول لك شو هواجسه. نعم. يعني الوضع المسيحي بالنسبة للاثنين هول، خصوصي بعد ما اتفقوا ببعضهم وعملوا ورقة تفاهم، صار الوضع المسيحي هو الهاجس الأول عندهم، يعني التيار الوطني الحر زائد القوات اللبنانية. هي أول خرق للاصطفافات. ايه؟ هي أول خرق فت جدي يعني. نعم. فعلا. نعم. نعم. وفي تفاهم. نعم. يعني مش مثل اللقاءات اللي بتصير بين تيار المستقبل وحزب الله، اللي هي إذا بدك نوع من رسم حدود جبهة لحد هلأ، هي أكثر من تفاهم. في تفاهم يبدو على أشياء واسعة بتخص إنه هالوضع المسيحي اللي هو يعني عاش 10 سنوات ما بعد 2005 بشرزمة كبيرة، أكثر من لذلك يمكن يكون من مصلحة القوى المسيحية الكبرى اليوم انه تحصل على تنازلات في السلطة السياسية، وهالتنازلات تشوف انه إلى قيمة اكبر فعلي من رئاسة الجمهورية، خاصة اذا ما في حظ دولي واقليمي فعلي لأي واحد من هالتنين انه يوصل لرئاسة الجمهورية. يعني هل ممكن يعني يطرح موضوع استراتيجي مثل قانون الانتخاب، مثل التعيينات بالإدارة، مثل ثلاث اشياء الوزارة الحكومة؟ هذه ثلاث اشياء هول هن. نعم. انت قلتهم. قانون الانتخاب اللي هو اليوم دوره انه يرجع يفوت الكل بالنظام، التعيينات اللي دوره انها تسترجع الموقع المسيحي بالادارات، زائد الوزارات الحساسة ومنها الوزارات السيادية اللي بينحكى عنها. طب شو قلهم فيها؟ لانه انتبه اليوم اذا الفرصة موجودة ليوصل الوزير فرنجي لرئاسة الجمهورية، ليش ما لازم يوصل ضعيف مسيحيا؟ بدنا نغتنمه. يعني ما لازم يوصل ضعيف مسيحيا، يعني لازم المسيحي ما يكونوا على خلاف مع رئيسهم، ولما يكونوا على خلاف مع رئيسهم بعتقد في اشياء جوهرية هني طامحين انه يحصلوا عليها مقابل دعم ترشيح. وبهالوقت اكثر من اي وقت مضى. طبعا. لانه قبل الطائف مثلا كان ممكن ييسر كيس يوصل مثل ما قلت انه هذا دعمته الجبهه اللبنانيه، مع انه ما كانوا هن يأيدوا، دعموا وصل قوي، كان في صلاحيات. كيف هلا لكان؟ طيب هل ممكن للوزير الفرنجي ان يقنع، يعني هل عنده قدره ليقنع الرئيس الحريري واستطرادا وليد باك بهالموضوع؟ يتوقف الأمر على حجم التسوية، يعني إذا في تسوية فعلية تريد إخراج لبنان من الأتون العربي، كل شيء وارد، لأنه بدك سلطة قوية بلبنان، وسلطة قوية بلبنان ما فيها تتشكل على الطريقة اللي تشكلت فيها السلطة سنة 90. لا يمكن العودة إلى سنة 90، وما لازم نسمح إنه الاستفافات السياسية ترجع لل 75. اليوم نحن عنا هالخطرين، خطر بناء سلطة بدون مكون أساسي، وخطر إعادة تجميع المسيحيين بكتلة واحدة معادية للنظام، اللي هو خطر الخمسة وسبعين. نعم. هول الاثنين ما لازم يصيروا. كل شيء يكون تحييد من دون عزم. لا، بدون يشاركوا بالسلطة. نعم. السياسية، وهذا حقهم، القوى السياسية المسيحية حق تشارك بأحجامها وبدورها الميثاقي دكتور بالسلطة السياسية. ليش اليوم في خوف؟ يعني معلش خلينا نسمح لنفسنا نقول انه هذه المنطقة من السند والهند الى المغرب في بعضها الرئيس هون مسيحي، وبالمنطقة اللي نحن فيها في يمكن شي 400 مليون مسلم، فيها 3-4 ملايين بلبنان وكم مليون بالعراق وسوريا. ليه دايما خوف من انه المسيحي يكون عنده يعني يرجع ياخد بعض الصلاحيات، او يرجع ياخد مش امتيازات، ياخد مثله مثل غيره يشارك؟ يعني انا بدك رأيي من شو الخوف؟ من شو؟ استفافات الاقليمية، ما خص المسيحي. مشكله المسيحي عن المحليين، ليش عم مشكله مشكله المسيحي انه انفرز جبرته الظروف، ينفرز بحسب الاصطفاف الاقليمي، وبهذا الاصطفاف الاقليمي في اشياء محسوبه على الخطوه،
محسوب انك ما تتنازل لخصمك على الخطوة. يعني نحن كمان ما تنسى عم نحكي عن الرئاسة اللبنانية، عم نحكي عن الدور المسيحي، عم نحكي عن التناقضات اللبنانية بظل الصراع الإيراني السعودي كمان، اللي هو إذا بدك حاضر حاضر بكل معاني بالأزمة اللبنانية. نحن منتأمل يكون اليوم هالبادرة هيدي اللي صارت تكون مستندة إلى الاتفاق النووي اللي صار مع إيران في محاولة لفك الاشتباك الإيراني السعودي انطلاقا من لبنان. ربما حتى بالحروب العسكرية بيبقى في منطقة عازلة، منطقة واحد واحة عازلة، حتى بالحروب في كيف بالسياسة ما كان جاهز لبنان ليلعب هالدور. هذا المنطقة العازلة اليوم بالشرق الأوسط ربما بتلعبها قطر، اللي هي فيها بتحكي مع كل العالم من إسرائيل إلى إيران، بس لبنان ما انه جاهز ليلعب هالدور. بدك دولة متماسكة، بدك دولة ما فيها إذا بدك هالنسبة من يعني التشرذم والضعف. يا ريت لبنان كان قادر يلعب دور المنطقة العازلة بهالحرب الكبيرة اللي صارت بالمنطقة، لكان كل شيء تغير، اقتصادنا كان تغير، بنيتنا السياسية إلى الأفضل إلى آخره، ما لنا جاهزين. طب هل يمكن للعماد عون والوزير الفرنسي أن يتوصل إلى تفاهم أو إلى تصور من التفاهم على موضوع الوقت؟ أنا ما عندي شك، أنا ما بعتقد. وزير فرنجي زلمة أثبت حاله بمراحل كتير صعبة بالأزمة اللبنانية، وعرف إنه الأساس هو إنه يضل يعطي إذا بدك إشارات بتأكد على مسلمتين، تحالفه مع سوريا زائد مسيحيته. هذا هو الوزير فرنجي، فيك تختصره بهالشغلتين، مسيحيته زائد ما رح يعني. الوزير فرنجي عقله كبير، ما فيك تاخده بقصة انه نحن بنعطيك رئيس الجمهورية لتعلق مع حلفائك. وبالمقابل العماد عون كمان حريص على كيف يمشي وضع المسيحيين بالبلد، ما له مصلحة بفك جبهته المسيحية. طبعا في عنا بعض الكتائب انه ينطلقون، انه قام بيقولوا اي مفاوضات تنطلق يجب ان تنطلق من الدستور ومن انه الرئيس امين الجميل هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية. كتائب اهون شيء قصتهم، لانه كتائب بيتفقوا مع الوزير فرنجي كتير، يعني الكيمياء بيناتهم كتير راكبة، رغم انه هني على ضفتين، مع انه هي بلشت ضفتين مختلفين. نعم بشر كتائب مرضها سنة 78 وكانوا في كتير منضويين بهالصراع بيناتهم الدكتور جعفر. نعم مش وحده كان. نعم. كانوا الكتائب والمرضى. نعم. يعني دكتور بيير خوري، هل يمكن أن نصل، آخر سؤال، أنه المجتمع اللبناني ككل والمسيحي منه أن يكون في اغتنام لهذه اللحظة السياسية، وبصير في اتفاق على أنه الانتخاب وفرنجي بيكون رئيس جمهورية، أم أنه ممكن الدكتور جعجع يرشح العماد عون أو العكس بالقريب العاجل إذا ما ضبطت التسويق؟ يعني إن شاء الله نحن ماشيين لوضع منيح، بس أنا ماني ما عندي القدرة أتخيله كيف، بس بعتقد في قوى دولية وأقليمية دافعة باتجاه حلحلة كبيرة بالوضع اللبناني. دكتور بيير خوري، نائب رئيس الجامعة اللبنانية الألمانية، نشكرك نحن من تلفزيون لبنان. نرجع كمان من وجه تحية للواء عباس إبراهيم للدولة اللبنانية، ومنشد على إيد أهالي العسكريين اللي طلعوا، ونتمنى العسكريين الباقيين المخطوفين لدى داعش أنهم إن شاء الله مرت الجاي منقول الحمد لله على سلامتهم. إن شاء الله خير. مشاهدينا الكرام، نشكركم وبعد دقائق ونشرة الأخبار.